والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، لا بد أن نختار الرجال الأكفاء الذين يستطيعون بناء هذه المدينة، ولا يتأتى هذا من خلال الكفاءة فقط، فلا بد من الكفاءة والنزاهة والصدق والأخلاق. فلا تكفي الكفاءة وحدها، ستجد كفءا في ميدانه لكنه سارق، قد تجد كفءا لكنه ليس مقداما يفتقر إلى الشجاعة، قد تجده كفءا في عمله لكنه يفتقر إلى الكفاءة في التسيير. ممكن تنتخب دكتور مثلا في الجراحة، هو كفاءته في الجراحة فقط، لا يستطيع أن يخرج من هذه الكفاءة، لا يستطيع التسيير، وعليه فالكفاءة ليست شهادة جامعية، ليست شهادة جامعية. التسيير فن، ونحن نتمتع في قائمتي حزب المستقبل سواء الولائي أو البلدي بكفاءات أثبتت جدارتها في الميدان. الأخ المبروك بالجيلاني سبق ونعرفه ونعرف حنكته وحكمته، وقد تربينا سويا في حي واحد في الحركة الجمعوية والحركة الشبانية والرياضية، ونعرف أنه رجل جامع ليس رجلا تصادميا، كما أن الأخ الصديق بن الشيخ الذي هو أحد تلامذتنا الذين قد درسناهم نعلم أخلاقه ونسبه وحسبه وكفاءته وصدقه، ونعلم كيف صار رئيس بلدي واستطاع أن يوصل المنيعة إلى بر الأمان في جو مشحون، كادت المنيعة أن تذهب إلى الهاوية لولا أن تداركها الله بهذا الرجل الفاضل المبارك. فها نحن أولئك قد قدمنا خيرة أبنائنا، والقائمة تطول، وكلما قرأت اسما إلا وزادك فخرا في هذه القائمة. ليس هناك في القائمة من تستحي منه أو يقال إنه سارق.